لا إله إلا الله كلمة الإخلاص تقوم على ركنين، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات، وهذه حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد أننا نجمع بين النفي والإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فلو قال القائل لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، أو لا معبود إلا الله، هذا هو قول من يقول بالإلحاد وبالكفر نسأل العافية والسلامة. لابد في لا إله إلا الله من نفي وإثبات. لا معبود بحق هو المعنى الصحيح لكلمة الإخلاص. لا معبود بحق أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، كل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. أكفر بجميع ما يعبد من دون الله وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فلا يمكن أن يكون معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لأنه لو قال المعنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله معنى هذا أن كل معبود هو إله. ولا يصح أيضا أن يقول لا رب بحق إلا الله، لأن هذا توحيد الربوبية فقط أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام.